अजरम शहनशाह नकाबत जनाब उमर इकबाल रिजवी साहेब, आपने अपने दोस्तों के हमरा हुक्म फरमाया। अल्लाह ताला के फजल व करम से वादा वफा हुआ। जितने अहबाब तशरीफ फरमा हैं, खामोशी तोड़ें अकीदत के साथ, मोहब्बत के साथ आका अलैहिस्सलाम की बारगाह में बावाज़े बुलंद मिलकर दुरूद पाक का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सैयदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या रहमतल लिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सैयदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या नूरल्लाह। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. عزيز عليه ما عنتم حريص عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم فإن
لا بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا وهو رب العرش العظيم بسم الله الرحمن الرحيم رب المشرقين ورب مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا
فبأي آلاء ربكما يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان فبأي آلاء ربكما تكذبان بسم الله الرحمن الرحيم ما كان ولكن رسول الله وخاتم ولكن رسول الله وخاتم النبيين ولكن رسول الله وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا
ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق کلام کے دو تین اشعار پیش کروں گا تاجدار گولڈا پیر سید میر علی شاہ صاحب آپ کا مشہور نعتیہ کلام قبلہ شاہ صاحب تشریف فرما ہے سادات کا گھرانہ ہے اور لکھنے والے سبحان اللہ میر علی شاہ صاحب لکھا کیسے کہ حضور کو سامنے بٹھا کے حضور کے چہروں کی زیارت کی زلفوں کی زیارت کی اور آپ نے وہاں پہ یہ حضوری کلام ہے آپ سے گزارش ہے کوئی زبان خاموش نہ رہے اپنی بیداری کا ثبوت دیں اور آپ بھی حضور کے ثنا خوان بن جائیں مل کر بآواز بلند پڑھ لیں یا رسول اللہ وسلم عليك يا حبيب الله سبحان الله سبحان سبحان اللہ آج سکھ میں تیرا دیبا تیری ہے آج سکھ میں تیرا دیبا تیری ہے
پیر صاحب پیر سبحان اللہ سبحان پیر صاحب نے کب لکھا یہ سنیں آپ نے جب آپ کے چہرے کی زیارت فرمائی آپ کی زلفوں کی زیارت فرمائی تو بساختہ کیا لکھا سبحان اللہ
ماشاءاللہ.